ازيكم جمهورية ابو سليمان؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. رمضان كريم عليكم. كل فيديوهاتنا اللي جاية بنتكلم عن خصومات رمضان، وطبعا ايام رمضان الجميلة اللي كل الناس بيحبوها. طبعا بسلم على كل الناس اللي متابعيني بلا استثناء. حرفيا انتوا اجمد جمهور في الدنيا. والنهاردة فيديو بتاعنا عن مكنة سينجر برازيلي، طبعا غنية عن التعريف، بس دي مكنة جاية من برا مصر، جالنا منها شوية. حتى بصوا يا جماعة التيكت عليها يعني بقاله أكتر من 25 سنة. أنا حتى احتفظت بيه ولزقته على الكيس بتاعه على المكنة. طبعا جمهورية أبو سليمان دايما رافعين راسي. انتوا رقم واحد، انتوا الاهم بالنسبه لي. كل الناس اللي بتكتب تعليقات وبتدعمني ربنا يخليكوا ليا. عايز اقول لكم يعني ببعت كل سلام لاهل اسوان، وانتوا اطيب ناس بتوع اسوان، اطيب ناس واجدع ناس. انتوا حبايبي، والفتره اللي فاتت دي كم من ناس من اسوان اشترى معانا مكن وحجز واتشحن لهم بضاعه. اهم حاجه عندي جمهوريه ابو سليمان، واهم حاجه رضاهم، واهم حاجه ان هم يبقوا مبسوطين. واي حد عايز اي حاجه مني يعني ما يستناش ويكلمني على الواتس. ده لو انت اول مره تشوف قناتي، طبعا تدعمني بلايك وتعمل سبسكرايب تشترك. وده رقم ابو سليمان لو حد عايز يستفسر عن اي حاجه، خد سكرين كده وانا بكلم. عايز اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله احنا قناتنا دايما في الطالع، دايما في العالي. ده بيكو طبعا، واحنا من غيركو ولا اي حاجه. جمهورية ابو سليمان انتوا اعظم جمهور في الدنيا، وانتوا احسن ناس والله العظيم. يعني يعلم ربنا الفتره اللي فاتت دي انا بس يعني على قد ما قدرت بحاول اجيب اسعار يعني مخفضة، لدرجة ان انا ببقى نفسي الزبون ما يدفعش فلوس وهو ماشي. طيب في حاجات جديدة داخلة اليومين الجايين، بس انا غبت عليكم كام يوم. فطبعا الشركة بعتولي شوية مكن سنجر من ده، فقلت فرصة ان انا اسلم عليكم. يعني انا بصراحة بدور على اي تلكيك عشان اطلع واتكلم واسلم عليكم. طالب منكم طلب حاجة شخصية. في واحدة عندنا في القناة اسمها أم فهد، دي يعني من الناس اللي هي المهتمية بيا جدا، ومهتمية بقناتي، ومهتمية بجمهورية أبو سليمان. أنا عرفت إن ابنها عمل عملية، وقالت هي كاتبة في التعليق إن احنا ندعيله. طبعا انا عارف التعليقات هيتكتب دعاوي قد ايه، فكلنا يا جماعه في الايام المفترجه دي ندعي لابن ام فهد ان يا رب يا رب تعدي على خير، وان شاء الله يقوم منها ويبقى زي الفل. كل سنه وانتم طيبين. ده كان فيديو النهارده سريع عن المكنه السنجر البرازيلي. طبعا المكنه فيها عراوي، فيها فستونات ممكن تركب سوسته، فيها تطريز، فيها اوفر. كمان عايز اقول لكم ان احنا السنه دي جت عندنا الخشب وكمان البلاستيك. طيب ما تنسوش ان انتوا اهم حاجه عندي، ما تنسوش ان انتوا فصلوا معايا براحتكم، وخدوا الحاجه اقل من سعرها برضو براحتكم. لان انا بالنسبه لي اي حاجه الجمهور بتاعي بحس ان انا يعني ربنا كرمني بيكو والله العظيم. انا دايما ببقى قاعد هنا على الكرسي، مش بنزل تحت كتير، لان انتوا خليتوني خلاص منزلش اقعد تحت، بقعد في المحل فوق. بمجرد ان انا بنزل بلاقي كم من الناس من جمهورية ابو سليمان بيجوا كل يوم ويطلعوا لي خلاص، وعرفوا ان انا ببقى منور الرنج اشارة ليكو. اي حد يا جماعة هيجي المعرض لازم يعني يقول انا جاي من قناة ماكينات خياطة ابو سليمان، وعايز ابو سليمان شخصيا. ما تنسوش يا جماعة، لان انا عندي عمال وعندي ناس بيتلخبطوا. ممكن مثلا سعر مكنة انا هديها لكم ب 1300، هو ممكن يقول لك 1500، لان انا بعمل خصومات للفانز. يعني ايه؟ للجمهور بتاعنا، جمهورية ابو سليمان. دخلت علينا المكنة الاوفر دي، عايز اقول لكم ان هي حاجة محترمة جدا. المكنة دي ناعم وخشن. اللي هيكتب لي في التعليقات المكنه الاوفر دي ايه،
ليه خصم في المكنة اللي هيشتريها 350 جنيه، أي نوع أي منتج هيعدي الألف هيبقى ليه 350. دي حاجة فكرة شركة سبارت قالت لنا عليها، شركة محترمة جدا. طيب المقصات الاسطوانة موجودة، 100 وال110، وكمان مواتير السيرفو ما تنسوش، جمهورية أبو سليمان. أي حد عايز مكان الشكاير طبعا عشان الموسم، العلافة والحاجات دي كلها موجودة. كل سنة وانتم طيبين. بشكر قوي قوي الناس اللي جابت لي البلح من الأقصر، انتوا ناس جميلة جدا وناس محترمة. متشكر جدا على البلح اللي جالي ده. بصراحة يعني مش عارف اقول لكم ايه، كل سنة وانتم طيبين. بشكركم جدا جدا والله العظيم على حسن المعاملة وكلامكم الجميل اللي بتكتبوه عني. يعلم ربنا ان انا بحبكم، وحياة ربنا بحب كل الناس اللي بتتابعني وبتشوفني. وانا بكلمكم كده حاسس ان انا اساسا نفسي اشوف الناس اللي بتتفرج عليا. يعني لو حتى مش عايزين تشتروا، تعالوا بس اشوفكم، عشان هو يا جماعة الاحساس بيبقى متبادل ده من عند ربنا. رمضان كريم عليكم، وانتظروا مننا مفاجأة في يوم 5 رمضان. عاملين مفاجأة حلوة قوي، تحطيم اسعار لدرجة ان احنا ربنا يسترها علينا بقى. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش ان في كل وصف من الفيديو من فيديوهات ابو سليمان بسيب في رقم الواتس. اي حد عايز اي حاجة يكلمني واتس. انا بدخل مش بعرف ارد على حد في اليوتيوب، بس بحط له قلب. بسلم على جيهان ومامتها، قناة انا وماما في المطبخ. بسلم على غاوي طبخ، احمد عادل حبيب قلبي واخويا. وربنا يا ربي يطمنك على ابنك يا ام فهد. وبسلم على ام عمار، وطبعا دي حاجة تشرفني ان الناس دي كلها عندي وبتحبني وانا بحبها. انتظروني بقى الفلوك الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.